الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. وبعد، فهذا هو الدرس السابع بعد المئة من سلسلة دروس كتاب فتح باب العناية للعلامة الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. قال: وركاز صحراء. طبعا الذي يحضر الدرس هو نائم، نكتب أمامه حضر وهو نائم، حضر وهو نائم. وعقوبة النائم في الدرس من عقوبة الغائب عنه. نعم. قال: وركاز صحراء أو صحراء أو وركاز صحراء دار الحرب، وركاز صحراء دار الحرب معدنا كان أو كنزا، متاعا كان أو غيره، كله لمستأمن وجده، كله لمستأمن وجده ولا خمس فيه. يعني من دخل دار الحرب، من دخل دار الحرب بأمان، من دخل دار الحرب بأمان فوجد ركازا في الصحراء، في صحراء دار الحرب. يعني أنت الآن دخلت بأمان إلى بلاد الحرب، دار الحرب، فوجدت ركازا في الصحراء. إيه؟ هذا الركاز كله لك، كله لك. قال: ولا خمس فيه. فهمنا العبارة أحبابنا؟ لا تظن أن المراد بالمستأمن الكافر الذي دخل بلادنا، أنت دخلت بلاد الكفر بأمان فوجدت في صحرائهم ركازا كله لك. قال: ولا خمس فيه، لأنه ليس بغنيمة، لأن الغنيمة ما أخذ على طريق القهر والجبر، وهذا ما أخذ على طريق وهذا أخذ على طريق التلصص وليس على طريق الجبر والقهر. قال: وإن وجده، أي المستأمن من الركاز، وإن وجده أي المستأمن من الركاز في دار منها، أي دار الحرب، وجد هذا المستأمن، هذا الركاز استأجر بيتا في دار الحرب، فأثناء إجراء بعض الإصلاحات وجد فيها ركازا، ما الحكم؟ هل يأخذه؟ قال: لا، رده على مالكها، أي مالك تلك الدار، تحرزا عن الغدر كي لا يكون غادرا. قال: وإن وجد، أي المستأمن، وإن وجد أي المستأمن ركاز متاعهم، ركاز متاعهم ما يتمتع به أهل الحرب من ثياب وغيرها في أرض، أي من أراضي دار الحرب، لم تملك، وجد هذا المستأمن متاعا من أمتعة المشركين في بلادهم، في أرض، ليس في الصحراء، في الأرض، وهذه الأرض لم تملك، وهذه الأرض لم تملك. قال: خمس وباقيه له، أي للواجد، باقيه له يعني للواجد. قال الشارح: ظاهر هذا أن المستأمن إذا وجد متاع أهل الحرب، ظاهر هذا أن المستأمن إذا وجد متاع أهل الحرب في أرضهم ركازا أخذ منه الخمس والباقي له، والحال أنه ليس كذلك، يعني لا يؤخذ منه الخمس، لأن ما يجده المستأمن ركازا في أرض الحرب لا خمس فيه، متاعا كان أو غيره. وعبارة الهداية: متاع وجد ركازا فهو للذي وجده،
متاع وجد ركازا فهو للذي وجده وفيه الخمس، معناه وجد في أرض لا مالك لها لأنه غنيمة بمنزلة الذهب والفضة. انتهى كلام الشيخ المرغناء. الآن كلام العناية للشيخ البابرتي، ماذا شرح هذا الكلام؟ قال: وفي العناية إنما ذكر صاحب الهداية هذه المسألة لبيان أن وجوب الخمس لا فرق فيه بين كون الركاز من النقدين أو من غيرهما. ذكر هذه المسألة لبيان أن وجوب الخمس لا فرق فيه بين كون الركاز من النقدين أو من غيرهما انتهى كلام صاحب العناية. قال: وعلى هذا فيمكن تقرير كلام المصنف صاحب المتن يعني بأن قوله وجد مبني للمفعول أو للفاعل. تقول: وإن وجد ركاز متاعهم، أو وإن وجد يعني مستأمن، بأن قوله وجد مبني للمفعول أو للفاعل، وفاعله ضمير الواجد للمستأمن، يعني وإن وجد الواجد ركاز متاعهم. الشيخ أول شيء لما شرح العبارة جعل الضمير عائد لمن؟ للمستأمن. الآن يقول الشيخ: وعلى هذا فيمكن تقرير كلام المصنف يعني صاحب المتن بأن قوله وجد مبني للمفعول أو للفاعل، صح أن تقول وجد أو وجد، وفاعله ضمير الواجد للمستأمن، وقوله في أرض لم تملك يعني من دار الإسلام، ويكون هذا بيانا لحكم الركاز من الأمتعة في دار السلام في دار الإسلام. وقوله فيما سبق وكنز فيه سمة الكفر بيان لحكم الركاز من النقدين فيها. ثم قال الشيخ: ومصرف الخمس عندنا. الآن الخمس هذا الذي نأخذه من هذا الذي من الركاز، هذا الخمس الذي هو لبيت المال، لمن يصرف؟ قال: ومصرف الخمس عندنا، وهو قول مالك، مصرف الغنيمة، يعني يعطى لمن يأخذ الغنائم لكونه منها، لكون الخمس من الغنيمة. لا مصرف الزكاة كما قاله الشافعي بناء على إيجابه الزكاة في معدن النقدين دون الخمس. الشافعي كما مر معنا في درس سابق أظن أنه قال في الركاز قال الزكاة وليس الخمس. قال: وفي عسل أرض عشرية، إنسان عنده أرض عشرية وعنده نحل وصار يخرج هذا النحل يأخذ من هذا الزهر الذي هو في أرض عشرية. قال: في عسل أرض عشرية قيد بالعشرية لأن الأرض الخراجية لا شيء في عسلها اتفاقا. وقال مالك الشافعي: لا عشر في العسل مطلقا، يعني سواء كان من أرض عشرية أو من أرض خارجية، لأن العسل متولد من حيوان وهو النحل، فأشبه الإبريسم يعني الحرير، لا عشر فيه وهو متولد من الدود، كذلك هذا العسل متولد من هذه النحلة الحيوان، فلا ينبغي أن يكون فيها عشر. ولنا ما رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا. قال: أدي العشور. قلت يا رسول الله احميها لي، يعني أدخلها في حمايتك كي لا يتلصصها اللصوص، كي لا تسرق. قال: فحماها لي. قال البيهقي: هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه، وهو منقطع لأن سليمان لم يدرك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سليمان ابن موسى. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشور، وليس فيه علة إلا عبد الله ابن محرر قال ابن حبان كان من خيار عباد الله، إلا أنه كان يكذب ولا يعلم، لا يعلم بأنه كان يكذب ويقلب الأخبار ولا يفهم، يعني هذا غير ضابط كما مر معنا بدرس المصطلح أن هناك فرق بين العدالة والضبط، فهذا عدل ولكنه غير ضابط فلا يقبل حديثه. قال وحاصله أنه كان يغلط كثيرا، فيخشى أن يكون هذا الحديث من الأحاديث التي غلط فيها. وروى ابن ماجه قال حدثنا محمد بن يحيى عن نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر. وقال الشافعي أخبرنا أنس بن عياض، أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب الدوسي عن منير بن عبد الله عن سعد بن أبي ذباب الدوسي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت وقلت يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلم عليه، اجعل لقومي ما أسلم عليه، كأنه أراد أن يجعل لهم حكم بلادهم، أن يجعل لهم حكم بلادهم، اجعل لقومي ما أسلم عليه، ففعل واستعملني عليهم، يعني جعلني أميرا عليهم. قال عفوا واستعملني عليه أبو بكر، واستعملني عليه أبو بكر رضي الله عنه، جعله أميرا عليهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقلت يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلم عليه، ففعل واستعملني عليهم أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واستعملني عمر بعد أبي بكر. فلما قضي ألم يطلب من النبي قال اجعل لقومي ما أسلم عليه، يعني اجعل أميرهم منهم، اجعل أميرهم منهم. نعم. قال واستعملني عمر بعد أبي بكر، فلما قدم على قومه قال يا قوم أدوا زكاة العسل فإنه لا خير في مال لا تؤدى زكاته. قالوا كم ترى؟ قال قلت العشرة، فأخذت منهم العشرة فأتيت به عمر رضي الله تعالى عنه فباعه وجعله في صدقات المسلمين. الله أكبر. الله الله. قال وما في سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل لهم، بعشور نحل لهم، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلمة فحماه له. ولا شك أن هذا القدر يفيد الوجوب فيه، أن هذا القدر من الحديث لما أتاه بعشور من العسل، هذا القدر يفيد أن هذا العشر واجب أخذه من العسل. ولا شك أن هذا القدر من الحديث يعني يفيد الوجوب فيه في العسل، وإن أخذ سعد لم يكن رأيا منه ولا تطوعا. أخذ سعد بن أبي ذئاب الدوسي ما قال أخذ، قال يا قوم أدوا زكاة عسلكم، ما قال ذلك. قال وأن، ويفيد كذلك وأن، وإن أخذ سعد لم يكن رأيا منه اجتهاد ولا تطوعا منه، فإنه قال أدوا زكاة العسل، قال أدوا زكاة العسل، وكلمة الزكاة تدل على ماذا؟ على الواجب. قال والزكاة اسم للواجب، فيحتمل أن سعد بن أبي ذباب، فيحتمل
كونه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وكونه رأيا منه. في عندنا احتمالان الآن، يحتمل أنه سمعه ويحتمل أنه اجتهاد ورأي منه. قال وحمله على السماع أولى. لما؟ قال بقرينة نفي الخيرية عن مال لا تؤدى زكاتهم. ولو كان زكاة العسل العشر ليس واجبا لما قال لا خير في مال لا تؤدى زكاته. واضح الكلام أحبابنا؟ لا خير في مال لا تؤدى زكاته، هذا إذا كانت الزكاة واجبة، أما إذا لم تكن واجبة لا يقال هذا. قال ويدل عليه أيضا الحديث المرسل الذي لا شبهة في ثبوته. لما قال حديث مرسل ولا شبهة في ثبوته؟ أن المرسل عندنا حجة، وفيه الأمر منه صلى الله عليه وسلم بأداء العشور، والمرسل بانفراده حجة على ما أقمنا عليه الدليل، وبتقدير أن لا يحتج به بالمرسل، وبتقدير أنه لا يحتج بالحديث المرسل بانفراده عندنا الحديث مرسل فقط، على تقدير أنه لا يصح الاحتجاج بالحديث المرسل المنفرد، فتعدد طرق الضعيف ضعفا بغير فسق الراوي يفيد حجيته. عندنا حديث ضعيف وتعددت طرقه، وكان سبب الحكم على الحديث بأنه ضعيف ليس فسق الراوي وإنما هو اختلال ضبطه مثلا، فتعدد الطرق ماذا يؤدي؟ يؤدي لتقوية الحديث، فصار فيفيد أنه حجة، فيفيد حجيته. إذ يغلب على الظن إجادة كثير الغلط في خصوص هذا المتن. لما تعددت طرق هذا الحديث وكان سبب الضعف غير فسق الراوي، نستفيد وهذه الطرق كلها جاءتنا بلفظ واحد، نفهم من ذلك أن هذا الراوي الذي غير ضابط وغير متقن كان ضابطا في هذا الحديث وكان متقنا في هذا الحديث. واضح الكلام أحبابنا؟ هذا معنى قوله إذ يغلب على الظن إجادة كثير الغلط في خصوص هذا المتن فقط الذي كثرت أسانيده وطرقه. وهنا كذلك، وهو المرسل المذكور، فثبتت الحجية اختيارا منهم ورجوعا، وإلا فإلزاما وجبرا. قال هذا ويعتبر أبو يوسف، هذا ويعتبر أبو يوسف في رواية نصاب العسل بعشر قرب، كل قربة خمسون منًا، كل قربة خمسون منًا، والمن 130 درهم يساوي 130 درهم. وذكرنا تفصيل الأوزان يعني في دروس سابقة، ما في حاجة أن نعيد هذه الأوزان. قال لما روى الطبراني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بني سيارة بطن من فهم كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نحل كان لهم العشرة، كانوا يؤدون عن نحل كان لهم يؤدون ماذا؟ العشرة، من كل عشر قرب قربة، وكان يحمي واديين لهم، يعني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمي لهم واديين. فلما كان عمر استعمل على ما هناك سفيان ابن عبد الله الثقفي، جعله أميرا عليهم، فأبوا أن يؤدوا إليه شيئا، أبوا أن يعطوه زكاة العسل، قالوا إنما كنا نؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورسول الله قد مات. فكتب سفيان إلى عمر، فكتب إليه عمر إنما النحل ذباب غيث، إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله رزقا إلى من يشاء.
فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمي لهم أوديتهم. وهذا يفهم منه أنهم كانوا يدفعون العشرة مقابل حماية الأودية، وإلا إن لم يعطوك يعني ما كان يعطونه للنبي عليه الصلاة والسلام فخلي بينهم وبين الناس. قال فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمى لهم أوديتهم، فحمى لهم أوديتهم. قال وروى أبو عبيد القاسم ابن سلام بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها. وروى الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العسل في كل عشرة أزق زق، إلا أنه قال في إسناده مقال. طبعا الزق والقربة بمعنى واحد، واضح؟ إلا أنه قال. ورواه الطبراني عن ابن عمر أيضا ولفظه قال في العسل العشر في كل عشر قرب قربة وليس فيما دون ذلك شيء. يعني الإنسان عنده تسع قرب لا يعطي، فإذا بلغ عشر بلغت القرب عشرا يعطي واحدة منها، وكل قربة كما قال 50 منا، والمن يساوي 130 درهم. يعني هو يحس بفلوس؟ كيف؟ بالفلوس. بفلوس إما فلوس أو يعطيه قربة، إما أن يعطيه عسل قربة أو يعطيه مقابل منها مالا قيمتها. قربة هذا مثل برمي؟ قال لك مولانا كل قربة 50 منا، والمن يساوي 130 درهم، والدرهم قلنا يساوي وزنا تقريبا 3.5 تقريبا، 3.5 غرامات حنقول تقريبا، فثلاثة ونص ضرب 130 بيطلع معك رقم معين، تضربه بعشرة كم يطلع؟ أين مكتوب؟ 815 طيب تحسب هذا يعني يظهر يتصل بالأخير إلى نتيجة أن المن 10 قرب كم تساوي. قال فلا يخفى أن الأحاديث السابقة كلها لم تدل على نصاب إلا الأخير وهو شاذ تفرد به. أي الحديث الأخير هو قوله في العسل العشر في كل عشر قرب قربة وليس فيما دون ذلك شيء، فهذا دل على أن العسل له نصاب، ولكن قال الشيخ هذا حديث شاذ تفرد به يعني لا يحتج. أو جبل قال وفي عسل أرض عشرية أو جبل، أي أو في عسل جبل أو في عسل جبلي. وقال أبو يوسف لا شيء في العسل الجبلي لانعدام السبب وهو الأرض النامية. وأجيب بأن المقصود الخارج وهو موجود، يعني المقصود من العشر الخارج من الأرض وهو موجود الآن، هذا الخارج. أو جبل أو ثمره عطف على عسل والضمير للجبل، يعني كذلك هناك العشر من ثمر الجبل، من ثمر الجبل كذلك ثمار الجبال يخرج منها عشرها. يعني قال في عسل عشر لا نصب كما كل ما تأخذ عشرة أي مقدار الفتوى الآن المعتمد أن أي مقدار من العسل يخرج لا بد أن يدفع منه العشر. وهو يحاسب حول
حاسب ليس الحول مولانا. أنت بمجرد ما أخرجت العسل الآن العسل الآن عندك مناحل أنت قمت بإخراج العسل فجمعته كم خرج معك قربة أو 10 كيلو 100 كيلو 100 كيلو تخرج 10 كيلو زكاة 10 كيلو 1 كيلو زكاة هكذا. قال فصل في زكاة الخضروات. قال وما خرج من الأرض العشرية ولو كانت وقفا هذه الأرض العشرية ولو كانت وقفا أو لصبي أو لمجنون وإن قل هذا الخارج يعني متصل بكل واحد من العسل والثمر وما خرج من الأرض. إذن العسل الخارج وثمر الجبال الخارج وما أخرجت الأرض من الخضروات يجب فيها العشر وإن كان قليلا. يعني أخرجت الآن أنت كيلو عسل فقط المنحلة وجب عليك أن تخرج عشر هذا الكيلو. قال وإن قل عشر هذا مبتدأ عشر مبتدأ يعني كأنه تقدير الكلام عشر في عسل أرض عشرية أو جبل أو ثمر وثمره وما خرج من الأرض وإن قل. واضح؟ هذا مبتدأ مؤخر يعني مبتدأ مؤخر عشر مبتدأ مؤخر. قال وفي عسل أرض خبره تمام وفي عسل أرض خبره عشر هذا مبتدأ وفي عسل أرض لما قال عشر في عسل أرض عشرية فكان عشر مبتدأ مؤخر وخبره مقدم في عسل أرض عشرية وما بعدها كله معطوف على الخبر. قال إن سقاه سيح إن سقاه سيح وهو السيح الماء الجاري على الأرض والمراد به ماء الأنهار وماء الأودية إن سقاه سيح أو مطر. وقال أبو يوسف محمد لا يجب العشر فيما لا يبقى يعني كالطماطم هذه لا تبقى فلا يجب العشر فيها البقدونس النعناع الحشائش الفجل هذه كلها لا تبقى وإن بقيت تحتاج إلى معالجة البرتقال التفاح هذا كله لا يبقى لأن لو بقيت تحتاج إلى برادات إلى معالجة إلى عناية خاصة فكل شيء لا يبقى إلا بمعالجة لا تجب فيه الزكاة عند من؟ عند الصاحبين. أما الزكاة العشر يجب فيما يبقى فيما كالحبوب فول فاصوليا إلى آخره والحمص البطاطس ينبغي أن تبقى لا تحتاج إلى معالجة يعني هذا يرجع فيه لأهل الخبرة الفلاح للمزارع. وقال أبو يوسف محمد لا يجب العشر فيما لا يبقى وقدر البقاء بسنة من غير معالجة كثيرة. قال ولا فيما دون 5 أوسق يعني لو أنه خرج من الأرض زرع وكان مما يبقى لا يجب فيه العشر إذا كان أقل من 5 أوسق نصاب الخارج من الأرض 5 أوسق عند الصاحبين. أما عند أبي حنيفة رحمه الله قل أو كثر فيه العشر يبقى أو لا يبقى فيه العشر مطلقا. قال وقدر البقاء بسنة من غير معالجة كثيرة. قال ولا فيما دون 5 أوسق لا تجب الزكاة فيما هو أقل من 5 أوسق. قال كل وسق 60 صاعا 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكرنا سابقا أن الصاع نوعان الصاع البغدادي أو الصاع الشرعي هو نفسه يساوي 4 أمداد يساوي 4 أمداد وقلنا المد
يساوي 2 رطل يساوي 2 رطل. وقلنا الرطل يساوي 130 درهم، كما أن المن يساوي 130 درهم. نعم، هذا الصاع البغدادي. نعم، أما الصاع الحجازي، الصاع الحجازي وهو الذي أخذ به أبو يوسف رحمه الله، هو 5 أرطال وثلث. الصاع الحجازي يساوي 5 أرطال وثلث، وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله، عفوا أبو يوسف، وبه أخذ أبو يوسف. قال: كل وسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى الترمذي عن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس فيها شيء. قال بعض الشراح: قوله عليه الصلاة والسلام ليس في الخضروات صدقة روي بألفاظ متعددة عن عدة من الصحابة، منهم علي ومعاذ وطلحة بن عبيد الله وأنس بن مالك ومحمد بن عبد الله بن جحش وعائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم بأسانيد مضعفة ومرسلة. قال البيهقي: وهذه الأحاديث الضعيفة التي تنص على أنه لا زكاة ولا صدقة في الخضروات، هذه الأحاديث يشد بعضها بعضا، ومعها قول بعض الصحابة. ثم أخرج عن عمر البيهقي أنه قال: ليس في الخضروات صدقة، ليس في الخضروات صدقة، ولأن العقل يجزم باستحالة الغلط على جملة الأسانيد، ولأن العقل يجزم باستحالة الغلط. في عندنا أسانيد متعددة لهذا الحديث، هي ضعيفة ومرسلة، ولكن لما جاءت بأسانيد متعددة العقل يقول هذا الحديث وإن كان كل سند ضعيف، ولكن العقل يجزم بأن هذا المتن صحيح لأنه ورد من طرق متعددة وإن كان ضعيفة. قال: والعقل يجزم باستحالة الغلط على جملة الأسانيد، كيف وفيها مرسل صحيح. رواه الدارقطني عن موسى بن طلحة بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤخذ من الخضروات صدقة، وهو حجة عندنا وعند الجمهور. وأما قول الترمذي لم يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فإنما هو باعتبار كل فرد فرد، يعني باعتبار هذه الأحاديث منفردة وليس باعتبارها مجتمعة. فالأحاديث هذه مجتمعة صارت حسنة أو صحيحة، ولكن لما قال الإمام الشيخ الإمام الترمذي قال لم يصح في هذا الباب شيء عن النبي باعتبار الأحاديث منفردة، كل سند على حدة، فلما قال أن يصح نظر إلى انفراد الأحاديث ولم ينظر إلى اجتماعها. قال: فلا ينفي صحة الأحاديث بجملتها، يعني وهي مجتمعة كالتواتر المعنوي، فينبغي حمله على صدقة يأخذها العاشر. أي لما قال ليس في الخضروات صدقة، يعني ليس في الخضروات صدقة يأخذها العاشر، وإنما يدفعها من؟ صاحب الأرض. واضح؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث على أنه لا ولاية للعاشر على أخذ صدقات الخضروات، وإنما ولاية دفعها لمن؟ لصاحب الأرض. قال: فينبغي حمله، حمل هذا الحديث ليس في الخضروات صدقة، على صدقة يأخذها العاشر، وبه يقول أبو حنيفة رحمه الله. ولما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وفي لفظ مسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة، ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. وفي رواية: ولا ثمر بالمثلثة. وفي لفظ أبي داود: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فهذا كله دليل على وجوب الصدقة في الخضروات والثمار،
ولكن هذا الحديث الحديث تثبت النصاب، تثبت النصاب. وروى أحمد بن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوسخ 60 صاعا، 60 صاعا. ولذا عموم قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذا عام يشمل ما يبقى وما لا يبقى، ما يدخر وما لا يدخر. وما روى البخاري وأصحاب السنن من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. والعثري بالعين المهملة والمثلثة المفتوحتين بالراء. قال الخطابي: الذي يشرب بعروقه من غير سقي. عندنا نباتات أشجار لا تحتاج أنت إلى سقايتها، عروقها جذورها ضاربة في الأرض تلحق الماء، فهذه فيها نصف العشر، نصف العشر. الله. لا، فيها العشر أو كان عثريا ففيه العشر، أما ما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر. قال: والمراد بالنضح هنا السواني، لما في رواية البخاري: وفيما سقي بالسانية. قال: ورواه أبو داود بلفظ: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بقلا العشر، وفيما سقي بالسواني والنضح نصف العشر. ورواه مسلم بلفظ: فيما سقت السماء والغيم يعني الأمطار، وفيما سقي بالسانية نصف العشر. وفي نسخة: فيما سقت الأنهار والغيم. ومن الأثر قول عمر بن عبد العزيز: فيما أنبتت الأرض من قليل أو كثير العشر. ونحوه عن مجاهد وإبراهيم النخعي، وزاد إبراهيم: حتى في كل عشرة دستجات 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 تستجى. الدستجة الأصل الكلمة هذه أحبابنا فارسية معربة، فارسية معربة، ومعناها الحزمة أو الحزمة، حزمة عندما تأتي مثلا بأعواد 50 عود وتقوم بربطهم مع بعضهم بخيط، ماذا يسمى هذا؟ حزمة، تربطهم بحبل، واضح؟ تأتي بعيدان تقوم بربطها، هذه تسمى حزمة. فهذه تسمى إيش؟ دستجة، دستجة. والدستيج، والدستيج إناء، نوع من أنواع الآنية الضخمة الكبيرة. حتى في كل عشرة دستجات يعني حزم، حزمة واحدة. يعني هذا الحديث نفهم منه أن أرضك أخرجت مثلا البقدونس، عارف البقدونس؟ فجعلت منه أنت 10 حزم صغيرة تخرج واحدة، 10 حزم كبيرة تخرج واحدة، وهكذا. هذا وحديث: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة محمول على زكاة التجارة، على زكاة التجارة. وقيمة الوسق كانت يومئذ 40 درهما. جميل. ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، هذا محمول على زكاة التجارة. وقيمة الوسق كانت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام 40 درهما، وخمسة أوسق كم تساوي؟ 200 درهم.
فلما قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني ليس فيما قيمته أقل من 200 درهم صدقة. واضح؟ ولذا لم يقل ليس فيما دون خمسة أوسق عشر، قال صدقة. ثم وقت وجوب العشر، الآن متى يجب عليك أن تخرج عشر الخارج من الأرض؟ ثم وقت وجوب العشر حين ظهور الثمرة عند أبي حنيفة، يعني قطعتها أو لم تقطعها وجب عليك أن تخرج العشر إذا ظهرت. وحين الإدراك عند أبي يوسف، يعني أبي يوسف قال عند النضج يجب علي أن أخرج العشر إذا نضجت هذه الثمرة. وحين الحصول في الحظيرة عند محمد، ما محمد قال عندما أقوم بقطفها وجعلها في الصناديق في المستودعات الآن يجب علي أن أخرج العشر. وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الضمان بالإتلاف، يعني إذا ظهر الثمر وانعقد الثمر على الأشجار وقبل أن يدرك قام هذا المزارع بقطفه وبيعه، لا زكاة فيه عند أبي يوسف، لا زكاة فيه عند أبي يوسف. ليه؟ لأنه لم يدرك بعد، لم يدرك بعد. نعم، أدرك الزرع نضج، فصار الفلاح يأخذ 5 كيلو يقوم ببيعها، لم يجمعها لا تجب فيها الزكاة عند الإمام محمد. وهكذا قال ويعتبر لإيجاب العشر أو نصفه أكثر المدة في السقي بسيح أو آلة. يعني ننظر أنت الآن أكثر المدة سقيت سيحا أم بآلة؟ إن كان سيحا فيجب عليك العشر، إن كان بآلة يجب عليك نصف العشر. قال لأن الأقل تابع للأكثر ومغلوب، فلو سقيت نصفه بآلة ونصفه بغيرها قيل يجب 3/4 العشر. قال إلا في نحو حطب، إلا في نحو حطب، ما قال في المتن وما خرج من الأرض وإن قل عشر إن سقاه سيح أو مطر، إلا إذا كان الخارج حطبا، إلا فهذا لا يجب فيه شيء إلا في نحو حطب، هذا استثناء من قوله وما خرج من الأرض. والمعنى أن نحو الحطب مما لا يقصد به استغلال الأرض غالبا فلا عشر فيه، أما لو أنه اتخذ الأرض محطبة لزراعة الحطب فصار وجب فيها العشر، لأنها صار هذا الحطب يزرع مقصودا. أما الأصل هو يتلقى الأرض عنه. قال وذلك كالقصب الفارسي، وذلك كالقصب الفارسي والعشب وكالحب الذي لا يصلح للزراعة، هذا كله لا عشر فيه، لا عشر فيه. نعم، لما؟ لأن هذا الأصل أن الأرض تنقى عنه، تنظف الأرض من هذه المذكورات، لأنها إذا غلبت هذه المذكورات على الأرض أفسدتها وأفسدت كذلك الزرع، فلذلك لا عشرى فيها، لا عشرى فيها. قال كالقصب الفارسي، ما هو القصب؟ أو شيء ما هو القصب؟ القصب هو كل نبات ساقه أنابيب، ساقه أنابيب، أي نعم، وكعوب، ساقه أنابيب وكعوب. والكعب هو العقدة الموجودة في الساق، واضح؟ في هناك عقدة، أي نعم. والأنبوب هو ما بين العقدتين، أنتم تعرفوا قصر السكر؟ أيوة تمام، تلاحظون أنه يوجد عقد، هذا تسمى كعب. والقصبة ما بين
العقدتين ما بين العقدتين. نعم. فالقصب الفارسي هو ما تتخذ منه الأقلام، هذا لا عشر فيه، لا زكاة فيه، إلا إن زرعه، زرع الأرض هو بالقصب الفارسي وقصد استغلال الأرض بهذا النوع من القصب، فوجب عليه أن يخرج العشر. الله. لما قال هو كالقصب الفارسي، ماذا خرج؟ خرج غير الفارسي كقصب السكر، فقصب السكر إن زرعه وجب فيه العشر، لا سيما أن قصب السكر لا يخرج إلا بزراعة، فيكون مقصودا، يكون مقصودا يقصد به استغلال الأرض فيجب فيه العشر. الله. قال ولو استغل أرضه بشيء من ذلك، يعني من العشب أو الحب أو التبن أو غير ذلك، قال وجب فيه العشر. كالحب الذي لا يسمح للزراعة، مثل بذر البطيخ والقثاء، وكالتبن والسعف والصمغ والقطران مما يخرج من الشجر والنخل وليس بثمرة، كل هذا لا يجب فيه العشر أو الزكاة. لما؟ بذر البطيخ هذا لا يزرع، لما لا يجب فيه؟ قال لأن الأصل كما قلت قبل قليل أن الأرض تنقى عنها. قال ونصف عشر إن سقي بغرب، إن سقي هذا الخارج من الأرض بغرب أي دلو عظيم، أو دالية أي دولاب تديره البقر، دولاب تديره البقر، وكذلك الناعورة، عرف الناعورة غير معروفة، أيوة دولاب كبير يوجد على النهر ساقية، أيوة على الساقية، في هذا الدولاب فيه علب هكذا، صناديق صغيرة يمر هكذا، فلما يمر من الماء يحمل الماء، فعندما يقلب يصب في ساقية صغيرة تمر هكذا وتسقي هذه الناعورة، ذلك لو سقى بناعورة فيه نصف العشر، لأن هذه الناعورة تحتاج إلى مال ورعاية. وإذا سقى بدالية، الدالية كالناعورة ولكن باسلوب آخر، ولكن تديرها البقر والبهائم، فهذه تحتاج كلها إلى نفقات، فإذا سقي بدالية أو بغرب وجب فيه نصف العشر. قال ونصف عشر إن سقي بغرب أو دلو عظيم أو دالية أي دولاب تديره البقر. وقال محمد، قال أبي يوسف محمد لا بد أن يكون المسقي بغرب أو دالية مما يبقى سنة ويكون خمسة أوسق كما تقدم. إذن الشرط عند الصاحبين أن يكون مما يدخر سنة، وأن يكون قد بلغ تجاوز خمسة أوسق فما فوق. الآن يجب علي إخراج العشر من هذا مما خرج من الأرض. عندي مثلا أرض زرعتها فأخرجت لي مثلا على فرض 100 صاع أو 100 من من الحبوب، 100 صاع من الحبوب، هذه 100 صاع من الحبوب 50 منها هي قيمة نفقات هذه 100، فيكون الخارج الصافي كم؟ 50. فهل يجب علي أن أخذ العشرة من 50 الصافي أم من 100 كلها؟ من 100 كلها. هذا معنى قول الشيخ، قال بلا رفع مؤن الزرع، يعني لا يحسب رب المال أجرة العمال ونفقة البقر وكري النهر وغير ذلك مما يحتاج إليه في الزرع فيرفعها، يقوم بحذفها، لا، ثم يخرج من الباقي العشر أو نصفه لإطلاق ما تلونا من الآية وعموم ما روينا من الحديث، ولأنه عليه الصلاة والسلام حكم بتفاوت الواجب
لتفاوت المؤن، حكم بتفاوت الواجب، قال ما سقي بغرب أو دالية فيه نصف العشر، وما سقي سيحا ففيه العشر. لما جعل فرقا بالواجب؟ قال مراعاة للمؤن المدفوعة، فليس لك أنت أن تراعي المؤن بعد ذلك مرة ثانية. قال ولأنه عليه الصلاة والسلام حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤن، فلا معنى لرفعها، أي لا معنى لرفع المؤن، لا معنى لرفع المؤن. وفي الخلاصة لو جعل السلطان العشرة لصاحب الأرض لا يجوز، لا يجوز. ولو جعل السلطان العشرة لصاحب الأرض لا يجوز، ماذا تعني هذه العبارة؟ لو جعل السلطان العشرة لصاحب الأرض لا يجوز، يعني السلطان قال لصاحب الأرض أنت زرعت الآن الحمص والفول إلى آخره، وزكاة مالك مثلا التي تخرجها 100 صاع من الفول، فنظر إليه هكذا فوجده فقيرا، يعني وجد المزارع فقيرا، فهل يجوز للسلطان أن يقول للمزارع الذي وجب عليه أن يخرج العشر خذ العشر أنت لأنك فقير؟ قال لا يجوز، هو فقير، يجوز أن يعطيه من عشر غيره، أما هذا عشر نفسه، فكأنه أخرج من جيبه اليمنى وجعلها في جيبه اليسرى. واضح؟ إذا لو جعل السلطان العشرة لصاحب الأرض نظر إليه فألفاه فقيرا قال له خذ العشر أنت لأنك فقير، قال لا يجوز. فعشره عشره 100 صاع من الفول على فرض، وجاره عشره 100 صاع من الفول، للسلطان أن يأخذ منه عشره 100 صاع من الفول ويعطيه عشر غيره لأنه فقير. فهمنا أحبابنا؟ وهذا بالاتفاق لا خلاف فيه. قال ولو جعل الخراج له، يعني لصاحب الأرض، ولو جعل الخراج له لصاحب الأرض، أرض خراجية الآن، جاز عند أبي يوسف، جاز عند، قال له السلطان لصاحب الأرض الخراجية خذ الخراج أنت، وكان هذا صاحب الأرض من أهل الخراج. كيف يعني أهل الخراج؟ يعني ممن كان يعطيهم الإمام الخراج. معلوم لديكم مصارف الخراج غير مصارف الزكاة، الخراج يعطى رواتب القضاء، رواتب العلماء، رواتب المفتين، رواتب الموظفين. فكان هذا صاحب أرض الخراج، كان عنده أرض خراجية وكان موظفا عند السلطان، فقال له خذ الخراج لك، وكان فقيرا، وكان فقير، جاز ذلك. أو كان من، عفوا، كان من أهل الخراج، يعني عوض عن رواتبه، عوض عن ماذا؟ عن رواتبه. قال لو لم يكن فقيرا، ولو لم يكن فقيرا، قال ولو جعل الخراج له جاز عند أبي يوسف وعليه الفتوى. قال إذا كان من أهل الخراج، إذا كان من أهل الخراج، يعني إذا كان من مصارف الخراج. وقال محمد لا يجوز، قال محمد لا يجوز ذلك. ثم الآن شرع لنا الآن في بيان الماء العشري والماء الخراجي. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.